تاريخنا لحاضرنا وواقعنا ومستقبلنا، مشروعات مصر العملاقة. كل يوم مع حضراتكم في عداد مصر عندنا مشروع من مشروعات مصر. بدأنا مع حضراتكم فيما يقترب من داخلين على 3 شهور اهو معاكم ان شاء الله، وان شاء الله نكمل يعني اكتر من كده، وكل يوم عندنا قصة جديدة وحدوتة جديدة في مشروعات مصر العملاقة. ولما نقول مشروع دايما أكد مع حضراتكم كلمة مشروع، احنا بنقولها كده، انا بقولها في 4 5 دقائق مع حضراتكم وغيري، وبنعملها فقرة وغيري بيشتغل عليها وبيتكلم عليها، بنحاول نسلط الضوء ونوريكم ان مصر منوره. لكن هي الفكره مش في الكلام اللي احنا بنقوله، الفكره ان حضرتك مشروع جنب مشروع طول الوقت هتبقى ماشي شايف الدنيا مختلفه حواليك. وفكره المشروعات دي، الدولة بتصرف أرقام ضخمة جدا كل يوم بنقولها مع حضراتكم، ومليارات وحاجات كتيرة بتتصرف، ناس كتيرة بتشتغل، مجهود كبير بيتبذل، وقت واستهلاك لطاقة ناس كتير، لكن في النهاية كل الحاجات دي هتبدأ في لحظة معينة حضرتك تستشعر نتيجتها. الحاجات اللي بنشوفها بعينينا بتبقى مباشرة، زي مثلا مشروع قومي للطرق. طول الوقت احنا حاسين مفيش شارع في مصر، مفيش طريق ما بقاش فيه لمسة جديدة مختلفة، سواء كان موجود من ناحية التطوير أو تم تعبيده وبناؤه واستحداثه. فاحنا عندنا مشروع ملموس، عندنا الحاجات السكنيه والحاجات دي ملموسه اللي ما بنشوفوش بعينينا، زي مثلا الميه، الصرف، الحاجات دي، لكن بنستشعرها. لكن بصوا على المشروعات الثانيه وبصوا على الحاجات الثانيه، مصر بتؤسس لبنيه تحتيه قويه جدا في الفتره دي، مصر بتعمل حاجات خاصه بانها النواحي الاقتصاديه ولكن على المدى الطويل، مش مشروع تجاري، احنا مش اقتصاد فقاعي ولا هوائي، احنا اقتصاد قائم بقوه، مؤسس. فلما تعمل الاساس بتاعك وتعمل الحاجة الثابتة بتاعتك هتبدأ تبني عليها طول الوقت، يبقى أنت عندك أساس قوي ومتين، مش أي هزة توقعه ومش أي حاجة تهده. فإن شاء الله مصر إلى الأفضل بإذن الله. أشوف معاكم بقى أعداد مصر النهاردة، الانتهاء من 100 وحدة سكنية من أصل 400 وحدة سكنية في مشروع القرية الخضراء بالوادي الجديد، وده اللي بتشهده محافظة الوادي الجديد. مشروع اسمه القرية الخضراء، وده هيكون شمال مدينة الخارجة، وبيهدف لإنشاء 400 منزل ريفي ووحدة طاقة بيوجاز، واللي تم الانتهاء منه اليوم من إنشاء 100 منزل ريفي ضمن المرحلة الأولى ليه. طيب كده المرحلة الأولى 100 منزل، وعندنا المراحل اللي جاية هنوصل لحد 400 منزل. طب هم تكلفوا كام؟ تكلفوا رقم كبير جدا. مين اشتغل فيهم؟ ناس كتيرة جدا. قعدوا قد إيه يشتغلوا؟ وقت طويل. هيستمروا؟ هيستمروا لحد ما يخلصوا المشروع ده. المشروع ده هيفيد مين؟ هيفيد ناس كتير أسر كتير. مشروع بس هيعملوا البيت ويمشوا؟ لا، ده مرافق وبنية تحتية ومية وصرف وكهرباء وغاز وكل التفاصيل دي. طب هيتعمل جنبه حاجة؟ أكيد بتعمل تجمع سكني، هيتعمل فيه أنشطة تجارية ويتعمل أنشطة صناعية جنبه، ويتعمل حاجات الناس دي تستفيد منها ويفيد البلد كمان. طرق؟ في طرق. فآدي كلمة، احنا بنقول 100 وحدة سكنية، لكن شوفوا كام حاجة موجودة حوالين هذه الوحدات السكنية. ده كان مشروعنا النهاردة. المنازل دي مقامة بنظام الحوائط الحاملة، وكل منزل فيه وحدة توليد طاقة بيوجاز من المخلفات العضوية وحظيرة لتربية الثروة الحيوانية، وهيكون عندنا من خلاله تمكين لاستصلاح 503 فدان هيتم توزيعهم على المنتفعين بعد استلامهم المساحات والمنازل المخصصة اليوم. ده كان مشروعنا النهاردة في عداد مصر، مشروع القرية الخضراء. المرحلة الأولى انتهت، وفي انتظار إن شاء الله باقي المرحلة.